يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي. والحمد لله رب العالمين، بعد مجهود كبير جدا وبعد يعني كتير من دعوات حضراتكم ربنا وفقنا انا ونهواند وحصلنا على ميداليات ذهبيه، وان شاء الله ربنا يحفظنا نشرف حضراتكم دايما، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن الناس يا رب. والحاجات دي ما بتجيش بفراغ على فكره، لا لا احنا تعبنا في شغل جامد بيتعمل، وفي دعوات الناس برضو ما نقدرش ننكر ده. على كل الاحوال هنتكلم معاكم في الفقره دي عن لعبه الكبادي، وهي لعبه مختلفه جدا عن النوع ده عموما من الرياضات، يمكن مش بتحتاج ادوات كتير لكنها بتحتاج لقوة بدنية وسرعة رد فعل. هنعرف قوانين هذه اللعبة ومدى انتشارها في مصر من خلال ضيفتنا نادية عنتر، وهي بطلة مصر وافريقيا في المصارعة والكبادي. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وميرسي على الهدية الجميلة. ميرسي طبعا، يعني حاجه انا بحب دايما الميداليات بصراحه والكوسه، اتصورت معاهم، اتصور تاني معاكي لان دي حاجه تشرفنا بجد. وخلينا نبدا كده، لان انا قبل الفصل قلت ان احنا في افريقيا سيدات حصلنا على المركز الاول والرجال كانوا في المركز الثاني، ويعني مش حاجه تزعل ولكن لازم تبص في النص كده. ايوه النص كده، ولكن طبعا دي قصه نجاح معلش برضو. فخلينا نسمع منك كده يا ناديه، يعني المشوار لغايه افريقيا تحديدا، وهناك كانت المنافسات شكلها ايه؟ لا هي منافسات قويه، احنا اصلا من 2017 الفرقه دي كانت بتتمرن، بس طبعا احنا كان جاي لنا دعوه لبطوله عالم وما حصلناش نصيب، وجينا اتمرنا واستعدينا كذا بطوله وما كانش في توفيق، لحد الحمد لله البطوله دي قبلها بساعات معالي وزير الشباب والرياضه انقذنا، لان احنا كنا خلاص بدانا نفقد الامل ان احنا نسافر بطوله افريقيا، ودي اول بطوله لينا. لعبنا بطولات كاس مصر كتير وحصلنا على الكاس الاول، وانتشرت اللعبه في مراكز وانديه كبيره، فبالتالي كنا يعني خلاص احنا عندنا امل ان احنا نطلع ونعمل حاجه، لان بقى لنا فتره طويله بنستعد ومفيش بطولات دوليه. لحد الحمد لله وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ادانا موافقه وسافرنا البطوله، وكنا رئيس الاتحاد عمل معانا اجتماع وقال لنا لازم نرجع بالكاس. وقد ده رد يعني اي جزء صغير من اللي هم عملوه معانا وزاره الشباب والرياضه ان احنا نردها لهم ان احنا نرجع بكيس. ربنا كرمنا، كانت فرقه البنات كان في المفروض اكتر من 12 دوله مشاركين، بس بسبب الكورونا وبتاع اللي جو ساعتها كينيا وكاميرون وتنزانيا، واحنا ربنا كرمنا احنا المركز الاول وتنزانيا المركز الثاني والكاميرون المركز الثالث. الشباب طبعا كان معاهم ابطال عالم واللعبه عندهم قديمه، لكن احنا بالنسبه لنا يعني كبنات الدنيا احنا اقوياء شويه. انت بتقولي اللعبه عندهم قديمه، ومع هذا اعتقد ان لغايه يومنا هذا برضو مش منتشره الانتشار الكافي، يعني مش كل الناس حتى ممكن تبقى سمعت عن الرياضه دي، فعايزينك برضو يعني تلخص لنا كده باختصار شديد اللعبه دي، يعني قوانينها ايه، عباره عن ايه، شكل المنافسه فيها بيكون عباره عن ايه؟ هي لعبه جماعيه. بتدل هي اصلها هندي، التشابك اليد للحفاظ على الحصن، يعني المفروض ان اللي جاي ده ما يعديش الخط بتاعي. اوكي. احنا 12 لعيب بيبقوا خمسه احتياطي وسبعه في الملعب، السبعه اللي في الملعب دولت المفروض ان يبقى فيه هجمه وهجمه، مده الهجمه 30 ثانيه، خلال 30 ثانيه انت بتعدي خط النص، الملعب 13 في 10 متر، المفروض لما اول ما بعدي الخط بفضل اقول كبادي كبادي، ما بفصلش، لو فصلت بيتحسب عليا نقطه، بيتعاد عليا الهجمه من اول وجديد. طيب رددوها في طول ما انا شغاله. أوكي. لازم انا اروح المس اكبر عدد. لمست خمسة باخد خمسة بوينت. اوكي. فبالتالي كل ما انا اكون اللعيب اللي رايح يعمل هجمة بيبقى عليه حمل ان هو لعيب قصاد سبعة لعيبة الناحية التانية. فلازم يبقى عندي كمام الذكاء وسرعة في رد الفعل وسرعة ان انا داخل ليا هدف اتحرك ازاي. الناحية التانية السبعة بيبقوا واقفين بيحافظوا على بعضهم، لازم يكون في ترابط ما بينهم. قدرنا نعمل ترابط ما بيننا، اللي جاي ده مش عارف ياخد مننا نقطة، حتى لو لمس حد هنعرف نمسكه. لكن لو احنا الدنيا مش معانا مش متظبطه مع الفرقه مستحيل هياخد النقطه، ياخد اثنين وياخد ثلاثه واحنا اللي هنخسر في الاخر. فاللعبه بتعلمك ازاي يبقى في ترابط ما بين الفرقه وما بين بعضها، وتتنسك الذات شويه، لان اللي عندك لا انت بتدور على زميلك ان ما يتلمس، لازم تلمس تمسك اللعيب اللي لمس زميلك بسرعه، عينيك على زميلك اللي في الاخر على الوينجين. اللعبه مشوقه جدا وانتشرت جدا الفتره اللي فاتت، اطفال صغيره بيجي يلعبوها لان هي لعبه سهله وبسيطه. هي بس يعني التكنيك بتاعها محتاجه حد مهاري كويس، حد يعني ذكي عنده رد فعل سريع. لعبه بسيطه ومبسطه وسهل ان انت تعمل فيها انجاز.
طيب انت ذكرتي ان كان في مشكله قبل ما تسافروا او تشاركوا اصلا، ووزاره الشباب والرياضه ممثله في دكتور اشرف صبحي هو اللي انقذكم، معلش كان الوضع ازاي وايه اللي حصل؟ برضو النقطه دي مهمه. احنا كنا معسكرين وكان جه القرار وتاخر، ورئيس الاتحاد كان في حصلت له الظروف ودخل المستشفى فتره، ففي ورق اتاجل فالدعوه جت متاخره، فعبال ما بعتناها فكان في صعوبه ان يطلع قرار وزاري. الحمد لله لما طلع القرار قال لك طب ما فيش فلوس، اصل السفريه متكلفه، اصل احنا مسافرين 29 فرد، 12 بنات و12 شباب والفرق والاداريين. فجينا في الاخر ثواني احنا عاملين معسكر مفتوح، ما كانش فيه معسكر مغلق، فبنيجي من بيوتنا، احنا عندنا المعسكر كان من اسكندريه ومن المحله ومن السويس ومن وده اصلا متجمعين جدا يعني، كانوا بيروحوا مواصلات رايح جاي ونتمرن ونرجع ونروح ونيجي، فبالتالي كنا متوترين في اخر وقت. يعني احنا مسافرين، احنا بينا وبين بعضنا احنا مسافرين، والاخر لحظه لازم ما نفوتش تمرينه. فجي حصلت بعض الامور كده، وفي ناس قالوا لا ده مش هتنفع ومفيش وقت وكذا، وفاضل 3 ايام على السفريه. نشكر سياده النائب ابانوب، عمل لقاء مع اللعيبه وراح لوزاره الشباب والرياضه، وصل لنا صوتنا على طول هناك. جات لنا موافقه شفويه، والحمد لله الاجراءات تمت باسرع وقت، والحمد لله سافرنا والحمد لله رجعتوا كمان بكاس ومركز الاول، وحاجه مشرفه. انا برضو عايز اسالك على تفصيله ليها علاقه دايما اولياء الامور لما يكون عندهم بنات صغيرين عاده بيخلوهم يمارسوا انواع معينه من الرياضه، بيشوفوا من وجهه نظرهم ان دي مناسبه لبناتهم اكتر من رياضات ثانيه. انت بقى يعني عملتي حاجه مختلفه تماما، وكان بدايتك مع المصارعه كده برضو، فبناء على ايه اخترتي المصارعه ودي مش او ده مش من ضمن الاختيارات التقليديه قوي البنات؟ وهل كان في توجيه مثلا من اولياء يعني؟ بص هو الدور الاساسي بابايا طبعا. يعني انا بوجه له من خلال برنامج وشكري هو ومامتي جدا، لان هم اللي وصلوني للحاله اللي انا فيها دي. انا رحت النادي عادي، كنت بلعب العاب قوه، دخلت المصارعه، كان اخويا بيلعب مصارعه، اتفرجت عليه عجبتني اللعبه، رجعت لبابايا انا عايز العب مصارعه، شجعني وكمل استمر كذا، بقيت بعد سنه على طول جبت اول جمهوريه ما شاء الله. بعد كده اول بطوله ليا تاهيل الاولمبياد، يعني اول سفريه سافرتها بعد سنه ونص تقريبا تمرين كان تاهيل الاولمبياد. انا لعبه متاخره مش لعبه بدري المصارعه، كان عندي تقريبا 14 سنه 15 سنه، سافرت كندا 16 سنه. فهي القضيه مش ان انا بدور على لعبه، لا انت ممكن تلاقي بنتك تلعبها العاب كتير وما تبقاش حباها او مش نافعه فيها. انا عايز العب كونغ فو واخش في كونغ فو، انا جايب اول افريقيا اول جمهوريه في كونغ فو واول جمهوريه في الجودو، بس زي كانوا بدخل المعسكر وما رضاش اسافر، انا حابه المصارعه. اوكي لا انا اهم حاجه عندي، يعني كان مترشح بطوله عالم في الجودو، قلت لهم لا انا عندي بطوله افريقيا في المصارعه. مع انت لما تيجي تقول ايه اكتر حاجه حببتك فيها يعني؟ لا هو الاساس المدرب اللي ماسك اللعبه، انت ما تلاقي مدرب قائد كده حكيم بيعرف ازاي يوصل المعلومه للعيب، لا خلاص انت زي في الفصل كده، المدرس لو كويس صحيح. هتحب الماده بتاعته طبعا. المدرس مش عارف يعني يسيطر على الماده بتاعته، لا انت مش حابب الماده ومش حابب تكمل فيها. بس ما كانش في امثله رياضيه عالميه على المستوى العالمي كنت تطمحي تبقي زيهم مثلا؟ لا أنا على الشوك النسائي متكلم. لا انا اصلا كنت من صغري يعني بنت سوق شويه، شغاله مع بابايا وبروح وباجي وبنزل اسواق، فبالتالي يعني مايله للعنف شويه. فبالتالي لما رحت واخترت المصارعه انا كنت عندي يقين ان انا هعمل فيها حاجه، والحمد لله انا سافرت اكتر من 7 بطولات عالم، بطلت افريقيا اكتر من 7 سنين، لا عملت في وتاني بحر ابيض لا عملت فيها كتير. انت تقريبا كام 25 سنه دلوقتي؟ شكلك 25؟ 26 يعني مش 31 سنه؟ يعني شكلك صغير لا بس لسه قدامك صح يا نادي يعني لسه؟ لقيت نفسي في الكبادي اكتر، انا كنت اصلا الاولمبيات اللي فاتت بجهز ليها اللي هم طلعوها في الايام ديت، بس قبل في حصلت حاجات في الاتحاد كده خلتني فصلت شويه، لا خلينا في الكبادي. اوكي اما الكبادي لا هي الكبادي مش السن ده رقم بيتكتب في البطاقه، ولازم اي حد يعرف ان السن ده رقم بيتكتب في البطاقه، انت عندك تدي كتير، طول ما انت عندك تدي لا كمل واستمر وهتعمل حاجات كتير. انا بتفق معاكي جدا، وده معلش هيخليني اخدك بقى لحته الاولمبيات الحاليه والمشاركه المصريه والبعثه، لان احنا شفنا يعني معلش لو هتتفقي معايا في الكلام ده، احنا امكانياتنا لا تقارن مثلا بدول اوروبيه بدول اسيويه متقدمه جدا في رياضات كتيره جدا، ولكن احنا عندنا العزيمه بجد كانت بتبقى واضحه، واقل الامكانيات ممكن توصلك لاعلى البطولات والميداليات. رغم كل الصعوبات دي اللي واجهها او بتواجهها البعثه في رياضاتها المختلفه، لكن الحمد لله احنا اول مره نوصل بهذا العدد، وفي نفس الوقت عندنا رياضات بنامل فيها خيرا. فانت
تقيمي ده ازاي برضو؟ لان انت عشتي التجربه نفسك. لا لازم انا اقول حاجه برضو لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو وجه الاتجاه كله للرياضه، نقل الموضوع نقله تانية. قبل كده كان الدعم كله لكره القدم فقط لغير، دلوقتي لا، ده في سبونسرات للالعاب الفرديه زي شركه روابط والبنك الاهلي وبنوك كتير. لا غيرت، احنا كنا ممكن نسافر معسكر او معسكرين قبل بطوله العالم، لا دلوقتي انت ممكن السنه كلها تبقى معسكر، خصوصا ان الالعاب الفرديه بتجيب ميداليات كتير، تجيب نتائج يعني احسن اكتر من الكوره كمان. صح، بس هي محتاجه بقى، هي في اشتكاية صغيره، قارن الكوره بالالعاب الفرديه، انت لو جاب افريقيا بتعدلهم، يعني مالها الالعاب الفرديه بقى. المتغيرات او المستجدات اللي انت بتتكلمي عليها بتقولي من ضمنها بقى في سبونسرز للالعاب الفرديه، هل التفصيله دي فادتك انت شخصيا وانت عندك يعني ليكي مجموعه من المناصب الدوليه في عالم الكبادي وكمان طبعا في الاتحاد المصري، فهل الاجنده بتاعتكم او الخطه اللي انتم حاطينها اتسهلت امورها نتيجه وجود رعاه؟ احنا دلوقتي بدانا ننشر اللعبه ومسلطين عليها الاعلام وبنروح وبنيجي عشان نعرف الاسبونسرات ان في لعبه اسمها كبادي. طبعا قبل بطوله افريقيا كان كبادي ايه؟ ايه اللي اسمها كبادي؟ يعني انا رايح المطار ما فيش واحد في المطار ما سالنيش ايه كبادي. اتكلمنا هنا على فكره كتير عن هذه الرياضه. طب واحنا راجعين بقى من المطار فرق، لا طبعا. عايز اقول لك يعني فرق طبعا. احنا من جوانا كنا فرحانين جدا، عارف احنا ماشيين هم يفضلوا طول عمرهم يسالونا يعني ايه كبادي ونشرح، لو احنا راجعين احنا مبسوطين من رد فعل الناس اللي كانت موجوده هناك. فده اللي احنا بنتكلم مع الاسبونسر، احنا طالبين في بطوله، احنا مسافرين المفروض في سفريه يوم 12/8، دي اول بطوله عربيه تتعمل. لاني رئيس الاتحاد المصري نجح في الانتخابات بتاعه افريقيا وبقى رئيس الاتحاد الافريقي دكتور اسامه سعيد، فهو عامل البطوله دي محتاجين ان احنا نطلع، ودي اول بطوله عربيه لان هو اللي مؤسس الاتحاد العربي اصلا، فبالتالي يعني كنا محتاجين دعم، فلازم يبقى في سبونسر، فهو ماشي دلوقتي في الملف بتاعه ان احنا بندور على سبونسر يبقى راعي اللعبه دي، واللعبه دي يعني ليها جمهور، يعني انت اما تيجي لا يعني الاب بيجي والام بتيجي والاخوات والصحاب، اللعبه مش اللي انت اتنين بيلعبوا وما فيش حد، لا اتفرج عليها وخش على اليوتيوب واتفرج على اللعبه، لا ده ليها جمهور وناس كتيره، نستغل بقى الفرصه دي. وبيبقى معاكوا يعني الدكتور التغذيه المتخصص والمدرب المتخصص، كل حاجه عندكم متوفره ولا برضو؟ لان دي نقطه خلينا لا بصراحه احنا طيب قول لنا علشان برضو اكيد لو في اي مسؤول هيستمع اكيد هيتم ان شاء الله توفير ده. لا احنا كنا في بطوله افريقيا كان معانا طبيب ونفعنا جدا، لان احنا اللعبه برضو مش لا فيها عنف، في لعيبة صب وكان عندنا لعبة بعدها تاني يوم، لا كان معانا ايد بايد دكتور محمد بنوجه له الشكر جدا من مكاننا ده، كان معانا الاداري ورئيس البعثه، لا كان انا حبيت السفريه دي، انا اول مره اسافر سفريه، انا كنت اسافر بطولات عالم لوحدي معيش مدرب في المصارعه لوحدك. بس ده خلاص زمان بقى، فحسيت ان في اختلاف، لا في اختلاف 360 درجه. هايل هايل، بالتوفيق يا نادي، والله انت مثال جميل سلامي. وتحيه لوالدك اللي شجعك كمان، احنا محتاجين فعلا نشوف نماذج زي دي بيثقوا في بناتهم وبيدوهم كمان الدعم المطلوب، فبالتوفيق. وانت زي ما قلتي كده يعني السن ده رقم، احنا عايزين نشوفك باذن الله في بطولات ثانيه بترفعي اسم مصر، لان اكيد ده بيكون فخر لينا كلنا. نورتينا يا نادي، شرفتينا، وان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من الكؤوس ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكي. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل.